في هذه اللحظات الاستعدادات قائمة لانطلاقة هذا الشوط على بركة الله تعالى. رفعت الراية البيضاء استعدادا للانطلاق، فتحت البوابات وانطلقت الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر 3 سنوات على جائزة سطام بالخير المطيري في شوطنا الثالث. وكما تشاهدون في المقدمة مستنفر لأبناء ملك عبد الله بن عبد العزيز، المحاولات تأتي في هذه اللحظات أيضا لطنخ في محاولة أيضا للتقدم، المحاولات آتية الآن للمخضرم الآن من الخارج في المركز الأول الآن مع محاولات وتراجع لمستنفر المركز الثاني، المحاولات تأتي كذلك لساند الآن في الدخول في هذه اللحظات للمركز الرابع، المحاولات مستمرة في هذا الشوط لفعل شيء. أبو الدرداء يحاول من الخارج الآن في المركز الثالث في هذه اللحظة، ومحاولات مستميتة للمخضرم من المركز الأول، المركز الثاني مستنفر، المركز الثالث لأبو الدرداء، والمركز الرابع لرقم 5 طنخ. المحاولات مستمرة، تقدم الآن لمستنفر في المركز الأول مع محاولات من المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات. المخضرم يحاول الآن التقدم لطنخ الآن من الخارج، الآن طنخ يحاول من الخارج ومستنفر يحاول من الداخل في هذه اللحظات. المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم، مستنفر لأبناء ملك عبد الله بن عبد العزيز يحاول الحفاظ على المركز الأول. المحاولات لطنخ من الخارج الآن، مستنفر ابن الموشح يأتي الآن للمركز الأول وينفرد بالصدارة بكل قوة، ما شاء الله تبارك الله. مستنفر للاسطبل الأبيض بفارق 6 أطوال إلى 7 أطوال في المركز الأول، المركز الثاني على ما يبدو لطنخ